نجدهم في الأخير ما في ولا قانون يحمي مثل هذه الحرية أبداً، مو مغننة هذه الحرية. واللي يقول لكم غير هالكلام مو صحيح، من خلال تجاربنا اكتشفنا الكثير من هذا. خليني أقول لكم شيء مهم جداً، تشاحنا ودخلنا في مسائل ضخمة 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 في المحور الداخلي بيننا كأبناء أسرة واحدة وأبناء مجتمع واحد، وقفنا وتطاحنا وأخلينا بالنسيج الاجتماعي للكويت، وتقسمنا بين شيعة وسنة وحضر وبدو. من متى كنا نعرف هالشيء؟ ما كنا نعرفه إلا الحين، ما كنا نعرفه إلا في هذه اللحظات السنوات الأخيرة. ليش؟ لأن فقدنا القانون وفقدنا تطبيقه وفقدنا حتى الاحترام. الاحترام موجود والله لا يفرقنا إن شاء الله. كلنا نعرف الربيع العربي، بس مرشحنا تكلم عن الربيع الإسلامي. تبي تعرفون شنو هو الربيع الإسلامي؟ سمعوا المرشح صالح عاشور وهو يقول لكم. الربيع الإسلامي اليوم اجتاح كل الدول العربية من شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط، وربما هذا الربيع يقترب قليلا إلى منطقة الخليج العربي. الربيع الإسلامي قاعد ينتشر ويتوسع في منطقة الدول العربية من خلال الدعم الخليجي، الدعم الإعلامي، الدعم المالي، الدعم السياسي، بالتفاهم ومساندة القوى الغربية والقوى الكبرى. فكثير من التغييرات السياسية اللي قاعد تحصل في المنطقة العربية من جراء هذا الدعم الخليجي. ولذلك أنا أعتقد هناك مخطط واضح من القوى الغربية، من القوى الكبرى، لرسم خارطة الطريق جديدة للمنطقة. يمكن الكل كان يسمع قبل 10 سنوات الشرق الأوسط الجديد. قلنا شنو هذا الشرق الأوسط الجديد؟ قرأنا وما عرفنا شنو يقصدون. اليوم بعد 10 سنوات قاعد نشوف شرق أوسط جديد أمام عيوننا. نشوف تساقط الحكومات، نشوف تغيير الحكومات، نشوف تغيير الحكام، وما زال هذا الربيع الإسلامي يعمل مسار السياسي في عالمنا العربي. وبالتالي لابد أن ننتظر هذا الربيع كذلك في دولنا الخليجية حسب ما يتم تخطيطه للمنطقة. الهدف من هذا الربيع الإسلامي الواضح مبدئيا وللوهلة الأولى أنهم يقصدون المشاركة الشعبية الديمقراطية النسبية. في النهاية يبون أن الشعوب في المنطقة تختار ممثلينها في البرلمان، ويكون عندهم رقابة شعبية على الحكومات، ويكون لهم حق التشريع وحق المشاركة في اتخاذ القرار السياسي وإدارة شؤون البلدان. لأن معظم الدول العربية سابقا ما عدا الكويت ولبنان لم تكن فيها هذه الحراك السياسي وهذه الديمقراطية. فبالتالي ما يتمنونها الدول العربية، نحن بالكويت وصلنا إليه قبل نصف قرن، قبل 50 سنة لله الحمد. الله لا يغير علينا وحدتنا الوطنية بظل قيادتنا الرشيدة حكم آل الصباح، عساهم إن شاء الله دوم على روسنا. بس نحكي وكلام، نبي نسوي ونبي نسوي، احنا ما نبي حكي،
احنا نبي رجال صح نثق فيهم، رجال نعتمد عليهم يدشون مجلس أمة 2012 ويحققوا لنا كل اللي نبيه، مستقبل وتنمية حق الكويت وأهل الكويت. لهني خلص معكم، نطرونا باكر بتقارير جديدة وتصريحات جديدة من نواب مجلس أمة 2012. مع السلامة.